جولتنا المنوعة بلشت وبدايتها من الجزائر، فبأحدى البلدات تم استضافة معرض الزهور والنباتات الطبية الأكثر ندرة بالبلاد ضمن انطلاق فعاليات الربيع لتذكير الجيل الجديد بأحياء التقاليد القديمة. وحننتقل على الإمارات، تم انطلاق فعاليات معرض أبوظبي للكتاب بدورته الـ 33، وشكل المعرض مناسبة للتبادل الثقافي ولمناقشة مستقبل صناعة النشر بظل دخول تقنيات الذكاء الصناعي لهالمجال بمشاركة حوالي 90 دولة. وفي جولتنا الأخيرة حنحكي عن احتضان حدائق والنباتات الشهيرة بالعاصمة البريطانية لندن، مجموعة من المنحوتات الضخمة المستوحاة من العلم والطبيعة.